عبر سكان منطقة تانزون عن استيائهم بسبب مشروع ربط قريتهم بالماء الشروب. السكان طلبوا الجهات المعنية بفتح تحقيق في المشروع. المزيد مع عبد الرزاق حجي. الدولة تخسر أموالها وما زال البيدون. يعني لازم خلاص البيدون. البيدون خلاص، حل الفانا، حل السبالة في وسط سكنك. يعني الفرحة فرحتنا مش تامة. احنا فرحنا صح، فرحنا جانا الماء. بس الفرحة ناقصة. كل المكتب التنفيذي للسيد الوالي نشدوه باش ياخذوا ما طالبنا بعين الاعتبار وما يديروش لنا انصاف الحلول، يديروا لنا حلول كامله. نرجو من السلطات المعنيه الوقوف على مشروع المياه او ايصال المياه الى قريه انزون الذي نرى انه لا يلبي في الحقيقه رغبه المواطن. وذلك بالطريقه يعني اللي نشوفوا فيها باللي راهي ما تخدمش المواطن. بحيث يقول لك كل مربع سكني او فيه 20 دار ولا 30 دار يديروا فيها سباله واحده. لان احنا في الاساس نبغوا الماء، ما عندناش باغين المهزله كما هذه. وكي يجيب لنا اربع روبينات في قريه كما هذه، هذه واش معناها؟